بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد الصبوخ رئيس المجلس الجهوي لعدود السنفيه طنجه، رئيس لجنه العلاقات الخارجيه والتواصل بالهيئه الوطنيه للعدود. اليوم وقت احتجاجيه تاتي ضمن المحطات النضاليه التي قررتها الهيئه الوطنيه احتجاجا اساسا على خرق المقاربه التشاركيه، لان المشروع القانون الذي خرج من الامانه العامه للحكومه الى القطاعات الحكوميه لابداء الراي، الوزاره تنصلت مجموعه من المواد والمقتضيات التي تم التوافق عليها في المحاضر ديال الحوار معها، وجينا اليوم باش كنقولوا نحن لا نريد اكثر من تحقيق المساواه التشريعيه، نحن لا نريد اكثر من اصلاح مرفق التوثيق العدلي بما يحقق المصلحه الوطنيه، يحقق جوده الخدمات التوثيقيه، يحقق المتطلبات الامن التعاقدي، يوفر ايضا الحمايه المهنيه. لا نريد ان نشعر اننا في المغرب هناك مهنيون يزاولون نفس المهنه ولكن يتم التعامل معها باكثر من معيار. نرفض فعلا الريع التشريعي، نرفض التمييز، ونطالب بالعداله التشريعيه في مغرب الحق والقانون. التواجد ديالنا اليوم في هذه المحطه النضاليه هي ماشي تواجد من لا شيء، هو نتيجة واحد التراكمات وواحد المؤشرات جات لنا يعني صريحة من الوزارة على أن هناك تراجع في تعديل قانون خطة العدالة. كنا كنعرفوا على أن الولاية السابقة كانت هناك محاضر موقعة، تم تسريب واحد المشروع ديال هذا القانون خطة العدالة اللي فعلا تصدم فيه العدول وحتى المؤسسة ديالنا، اللي فيه بعض المواد اللي كلها قيود لهذا المشروع له طابع جنائي، ونحن ما نبحث عليه وما نناضل من اجله هو واحد القانون كيرفع القيود وليس قانون يضع القيود. نحن اليوم في هذا المكان لا نطالب، ما نطرقوش المطالب، غنطالبوا بعد. الطلب الاول هو المساواة اللي هو حق دستوري بين المهن القضائيه. اذا تحققت لي المساواة تحققت لي كل المطالب. نحن نجد ان باقي المهن القضائيه تهاجمنا بخرجات استنكاريه، وكان هذه الحقوق التي ستعطيها لنا كانها حكر على مهنه محدده. صندوق الايداع ليس حكرا على احد، ولا يوجد قانون ينص على ان هذا صندوق الايداع لمهنه معينه، هو اليه لحفظ الاموال ومن اجل الامن التعاقدي وحفظ كذلك اموال الدوله. نحن اليوم في هذا المكان انا بعد فخوره بهذا الانتماء وبدخولي لهذه المهنه اللي كان بتشريف مولوي، وكلنا ان شاء الله كنتمناه من صاحب الجلاله على انه ينصرنا، لانه لا بد من تنزيل التعليمات المولويه اللي من بينها هو اصلاح هذا القانون، واحد الاصلاح يليق بالعدول ويشتغلوا باريحيه. فما يمكنش لك انا ندير معك حوار ونطلب منك تعديل القانون وتجي انت وتعطيني القانون كله قيود، فهذا لن يسمح لي ان اتقدم في هذه المهنه وفي هذه التجربه. وبالاخير عاشت مهنه العدول. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الحمامصي رئيس المجلس الجهوي للعدول بفاس سابقا، الكاتب العام للهيئه الوطنيه للعدول سابقا. جئنا لمدينة الرباط في هذه الوقفة الإنذارية إن صح التعبير، لنعبر عن أسفنا وعن امتعاضنا من هذه القرارات التي اتخذت في دهاليز وزارة العدل من طرف المسؤولين، وذلك بتغيير مشروع القانون، مسودة مشروع القانون التي كان الاتفاق على مجموعة من المواد، ثم فوجئنا بصدور مسودة مهربة للأسف دون أن يطلع عليها المكتب التنفيذي، فيها مجموعة من الأمور التي لم يتم الاتفاق عليها بين الوزارة وبين المكتب التنفيذي السابق. وبالتالي جئنا باش نقول الله من هذا منكر، ما هكذا تورد الإبل. جئنا لنعلن عن أسفنا ونمرر مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى لجميع المواطنين، انتبهوا يرعاكم الله، إن العدل الموثق الذي يوثق عقود أسركم من المهد إلى اللحد، ومنها عقود الزواج والطلاق والإراثات، لقمين أن يوثق العقود الأخرى لأقل أهمية اللي هي الدور وغيرها من العقار المحفظ وغير المحفظ وفي طور التحفيظ. نؤكد على أن العدل يوثق جميع العقود بدون استثناء،
ولذلك المرجو منكم أن تسارعوا إلى مكاسب السادة العدل، لأنها الأضمن، لأنها الأوثق، لأن المسطرة التي تمر منها الوثيقة العدلية هي من أضبط المساطر على المستوى العالمي. في مؤتمر ديال مراكش وكان حضور جميع الموثقين العالم، أثبتوا بدون منازع بأن العدل الموثق بالمغرب وثيقته هي من أضبط الوثائق على جميع المستويات. الرسالة الثانية إلى السيد وزير العدل، كفى من الريع التشريعي، كفى من الكيل بمكيالين، كفى من تمرير مجموعة من المغالطات، كفى من تعليق الشماعة على الآخر. نحن في القرن 21، نحن في سنة 2024، لا مجال للريع التشريعي، لا مجال للسمسرة المغلفة، نقولها بكل صراحة، كفى كفى كفى. ثم رسالة لنواب الأمة وللمشرعين، المرجو المرجو وبكل صدق وبكل توسل أن تعيدوا لهذه المهنة عز كرامتها وعز ماضيها وعز حاضرها ومستقبلها. هذه المهنة التي وثقت العقود منذ الأزل، منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستبقى توثق العقود إن شاء الله تعالى حتى يقبض الله الأرض ومن عليها. هذه المهنة الشريفة العفيفة كفى من سحب مجموعة من الاختصاصات، كفى من تطويقها بمجموعة من القوانين، كفى من دخول منا من الشرجم. حنا كنخرجوا من الباب وانتم كتدخلونا من الشرجم. الدستور أعطانا جميع الصلاحيات، القوانين أعطتنا جميع الصلاحيات، قانون 18.00، القانون 44.00، الملكية المشتركة، الكراء المفضي للتملك وغيرها من القوانين، كلها تؤكد بأن العدل الموثق يوثق جميع العقود المتعلقة بالعقار المحفظ. كنجيو القانون المالية، لأن ما لقيناش منين ندخلوا من القانون العادي، كنجيو القانون المالية ونمرروا مجموعة من المواد المجحفة في حق المواطن أولا، لأن الآن المواطن أصبح أمام واحد المونوبول، خصك تمشي لعند فلان ويدير فيك اللي بغيتي، هذا لا يعقل. يجب أن نترك للمواطن حق الاختيار، يجب أن نترك حق المنافسة. هذا الآن للأسف الوزارة ومن خلال وزارة المالية والحكومة بطبيعة الحال تقضي على هذا الأمر وتشرع للتمييز التشريعي وللريع التشريعي، وهذا مما لا ينبغي. هذه وقفات إنذارية تتلوها إضرابات، إما أن ينتهي وإما أن نعود، ومتى عدتم عدنا. وسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.